السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بأفضل الأحوال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله صراحة بغيت نخرج معكم من الروتين ديال الطبخ والكوزينة والوصفات. صراحة وصلوني هاد لي برودويات مؤخرا، كنت قديتهم من الانترنت، بغيت نشاركهم معكم ونعطيكم هكا افكار للبنات اللي متخوفات انهم يشروا من الانترنت، البنات اللي باغين يعرفوا فكره على لي برودوي في الانترنت، الاسمنه ديالهم والوقت باش كيوصلوا، الايجابيات والسلبيات، كل شيء ان شاء الله غادي نشاركوا معكم اليوم في هذا الفيديو. المهم الناس انا غادي نبدا معكم بلي برودوي كوزميتيك هما الاولين صراحه اللي كتعشقهم اي بنت، نبقاو نشريو بالعقل فيهم. مهم بنات، هانتوما كتشوفوا هذه بوز ديال الوجه، حكاكه ديال الصابون هكا كتحكي بها وجهك، صراحه زوينه بزاف. البنات كنستعملها يوميا بالليل قبل ما ننعس، كنستعملها عاد كنعس. مازال ان شاء الله غادي نستعمل معكم، غنوريكم الروتينات اللي كنستعمل انا شخصيا في العناية بالوجه. راه كنستعملها دائما البنات، كنغسل بها هكا لي غوماج لي ماسك، كل شيء صراحه زوينه بزاف ورطبه ماشي قاصحه، يعني الكاليتي ديالها زوينه والثمن ديالها راه خديتها غير البنات غير بسبعة دراهم تقريبا. هيا هذا البنات العكر اللي دار عندنا صراحه بوم هنايا في المغرب، والصراحه يستاهل البنات، زوين بزاف. هنا راه تقريبا كيبيعوه بشي 25 درهم، انا خديته البنات غير بجيل 9 دراهم ديال الالوفيرا. راه يلاه تقاد ليا واحد، انا دابا يلاه حليت هذا يلاه باقي جديد، راه يلاه وصلني غير البارح باقي مسدود، يلاه غادي نحلو. كيخلي البنات واحد اللون طبيعي وكيرطب الشفاه، زوين 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 بزاف. هادو البنات ديال فوق العينين، صافا يلاه وصلني، نتوما كتشوفوا اللوينات اللي فيه. صراحه البنات انا والله من نهار بديت كنشري من الانترنت ما بقيتش نهائيا كناخذ من يعني من هنا، غير الا كنت محزوزه تقريبا على شي حاجه هكا ولا خاصني شي حاجه يعني ضروريه. دابا ديك الساعات كناخذها من هنا الصراحه. لي برودوي صراحه ما عمرني لقيت فيهم شي مشكل، علما ان البشره ديالي حساسه، ما عمرني زعما لقيت شي بروبليم في هذا الشيء يعني ديال اللي كيت ابليكا ديريكتومون في البشره. بالنسبه للبنات، مهم انا غادي ندوي لكم على الايجابيات كلها ديال التقضيه من الانترنت، ومن بعد غادي نقول لكم السلبيات البنات، يعني الحوايج اللي كنلقاو فيهم هكا مشاكل اولا ما يقدر ما يوصلكش اولا. مهم هكا بالنسبه للثمن البنات راه ناقص بزاف بزاف. مهم بنات انا راه كنت قدام من شركات شينوا، انا صراحه دابا نخلي لكم في صندوق الوصف منين كناخذ هذا الشيء، ما نخليش لكم صراحه، ما غاديش نشكر لكم وحده، انا راه كنتقدم من بزاف، كلهم مزيانين كل وحده وعلى حسب ليفريزون، يعني التوصيل ديالها كيكون بواحد الثمن محدد، الوقت كل وحده تقريبا. مهم صراحه البنات السلبيات اللي كنلقى في هذا الشيء هو انه الوقت شويه كيتعطل، بعد ما صار كتبقى حتى شهر او شهرين. اما بالنسبه للضمان ديال المنتوجات فراه يعني مضمونه 100% صراحه، يعني ما عمرني لقيت شي مشكل. مره واحده اللي كان موصلنيش واحد البرودوي وتشكيت ليهم ورجعوا لي صراحه ومبورساوني في الفلوس ديالو، كانت تقريبا بواحد 18 درهم رجعوا هديه كامله، صراحه ما ضيعوني فيها حتى شي حاجه. هادو البنات لي بانسو ديال الماكياج، هانتوما كتشوفوا، انا نحلهم معاكم باش تشوفوا. انا كان عندي وحدين غوز وقدامو ليا، وكنت دومونديت هادو جداد بيضين، ها يلا وصلوني حتى هما، باقا ما عملتش استعملتهم. كاليتي البنات رائعه والله زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا عندي تقريبا ديال كل ما كنحتاجوه في الماكياج ديالنا، كاينين ديال الوجه، كاينين ديال الحجبان، كاينين ديال العينين، كاينين ديال الهايلايت، كاينه ديال الماسكارا، كاينه ديال تحديد الشفاه، كاين ديال الكونتور، كاين ديال الماسك، يعني كلهم تقريبا فيهم 15 بياسه. هنا ها هما البنات، والله كاليتي جد رائعه. مهم هما هادو، انا اللي وريتها لكم الناس غنوضعها على جانب. هذه البنات صراحه كانت غير جاتني كادو من واحد البنت صاحبتي،
ما عملني استعملتهم صراحه، ولكن زوينين بزاف. انا فايت غير جربتهم، ولكن صراحه ما كنستعملهمش، ما بحكم ما كنديرش الصباغه. هذوك الناس كنزوقوا بهم الطفيرات، فيهم جميع الاشكال، فيهم قليبات، نجيمات، مربعات، دوائر، كتلصقوا هكا فوق الطفران، يعني من فوق الصباغه. بغيتيهم صباغه بغيتيهم بلاش، زعما نجي درهم مزيان البنات يمكن دايرين غير شي 4 دراهم ولا ما عرفتش 5 دراهم. المهم البنات انا كنعطيكم لي بري الاسمنه غير باش تعرفوا يعني لا كومباريزون ما بين الاسمنه اللي كاينه هنا وعلى الانترنت. هادشي صراحه هو اللي كيعجبني كيخليني نشري منه اكثر، كنلقى الاسمنه نازلين بزاف. هادو البنات شرائط، وبغيت نعطيكم حتى افكار صراحه على المنتوجات اللي عندي، تاخذوا منهم هكا افكار. هادو البنات شرائط كيجيو هكا فوق الطفيرات ملي كتصبغي مثلا طفرانك، ويسيهم يجيو في اشكال مشرطين. المهم كتصوبي بهم كتحدي بهم الشكل اللي بغيتي، هاما كتلصقو فوق الطفران ملي كديري الصباغه ديالك وكتحيديهم كيبقى داك الشكل اللي بغيتي. هادو البنات حتى هما يا دي فورم ديال الحجبان، كتراسي فيهم يعني حجبانك كيف ما بغيتي. هادو صراحه هما وصلوني كادو، ماشي انا اللي شريتهم، ولكن الثمن ديالهم حتى هما جد رمزي. هانتوما كاين الشكل الاول هكا، المهم على حسب الحاجب ديالكم. كاين الشكل الثاني هكا والشكل الثالث هكا، كتابليكيهم كتحطيهم على الحاجب ديالك وكتراسي هكا يعني من الوسط. كتحطي مثلا هذا هو الحاجب ديالك وكتراسي بالقلم او بالفرشات او المهم باش كتستعملي انت باش كتعمري الحاجب ديالك. زوينين بزاف البنات صراحه، يعني كيسهلوا عليك الماموريه بزاف. هذا البنات بغيون زوين بزاف صراحه البنات، كيجي خفيف هكا ملي كديريه على البشره ديالك، هكا في مناسبات بغيتي ديريه على البشره، بغيتي تستعمليه فوق الحجبان يعني فوق العينين عفوا. كيجي زوين بزاف وخفيف كما كتشوفوا، ما عرفتش واش صراحه كيبان لكم مزيان. كيجي خفيف ما كيجيش معيق، كيبقى غير يتبارك هكا يعني مع الضو. هانتوما كتشوفوا البنات زوين بزاف صراحة، يتباع في علبة هكا، وخا هي صغيرة صراحة كتبان، ولكن راه تبارك الله راه كديرها تقريبا عام هو عندي. هانتوما كتشوفو باقي تقريبا مملوء على الكامل. هذا البنات طخوز ديال المكياج، صراحة كان حمقني تا هو يلا وصلني، هذا وصلني واحد السيمانة هكا تقريبا مع راس العام في جويبات هكا. كتحطي فيه المكياج ديالك اللي بغيتي لداخلو صافي، والشكل ديالو صراحه هو اللي حمقني واثيراني ديال بصح مينيون، كيبان زويون في هاد اللعيبه هادي. هذا تقريبا البنات خديته غير بشي 13 درهم، لقيتو هنايا صراحه لقيت واحد البنات كيبيعوه في مواقع التواصل الاجتماعي، لقيتو داير ليه تقريبا شي 30 درهم. انا خديته ب 13 درهم وصلني تقريبا على واحد 20 يوم باش وصلني. ليفريزون غراتويت يعني وصلني فابور، ما حسبوش عليا مصاريف الشحن. المهم البنات هادشي اللي وريتكم دابا هو اللي عندي تقريبا في الكوزميتيك. نسيت هذه كنت يلا خديت منها جوج. هذا البنات هو داك الماسك الاسود اللي كيديروه لي بوانوا الرؤوس السوداء، جبت منه غير جوج كوم اشونتيون، ما بغيتش الصراحه نزعم وناخذ كبيره، خديت غير زوج. جربت دابا الاولى وهذه الثانيه اللي باقا عندي، بغيت نصورها معاكم. صراحه زوين بزاف البنات، النتيجه ديالو ايفيكاس زوينه. كتابليكي هكاك على البلاصه اللي عندك في الرؤوس السوداء وكتخليه تينشف وكتحيديه. هانتوما كتشوفوا البنات زوين. هادو البنات دي كاسكيت، صراحه والله ما عقلت بالضبط شحال. هادو ماشي ديالي غير ديال واحد صاحبتي كانت بغاتهم و دومونداتو من عندي، ماشي من عندي من عندهم، انا غير بحكم عندي ديك لاكارت باش كنقتني من عندهم. المهم نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم زوينين، الكاليتي ديالهم صراحه زوينه. كاينين ديال البنات كاينين ديال الاولاد كاين ديال الاشكال، المهم كاين بزاف الاشكال. وهادو البنات سويكاس، راه كانوا وصلني شحال هذا سويك عادي صراحه كيجي زوين بزاف البنات مع شي لبسه خفيفه هكا ولا مع جليليبات،
انا صراحه كنديرو مع عجل لباس زوين بزاف البنات صراحه. صغير ورك تحطي فيه هكا التليفون ديالك ولا شي حاجه. واللي كيعجبني فيهم اكثر صراحه انه ماشي داك الجلد اللي غيتقشر، ديال الجلد فحال تقريبا ملي كتلمسيه فحال تقريبا بلاستيك، ولكن ماشي بلاستيك ما كيتقشروش. راه فايس كان عندي هذا، انا غنوريه لكم دابا. راه تقريبا ضرب عندي كثر من عام والله ما تقشر ما تهدي حتى شي حاجه، انا غنوريه لكم. المهم هذا البنات خديته تقريبا ب 25 درهم تقريبا، ما عقلت صراحه بالضبط. هذا البنات راه تقريبا ضرب عندي كثر من عام، هانتوما كتشوفوا هاد العيبه هنا كما كتشوفوا كيداير وكيهز ديال بصح. راه تقريبا هانتوما كتشوفوا غارق كيهز مزيان زعما صراحه. انا راه بعض المرات كنوضع فيها كمذكرات صغار، كتحطي فيه بارفان ديالك المهم كاع يعني التبشيات اللي كتهزي. ها هو ديال شي كدا 40 درهم صراحه البنات، ما عقلتش بالضبط. المهم انا هكا كنعطيكم غير الافكار، كنعطيكم البنات افكار ماشي كندير لكم اشهار. انا صراحه راه ما غاديش نعطيكم منين كنشري بالضبط هذا الشيء، غنعطيكم غير افكار منين كناخذ وكذا. كنعطيكم هكا افكار يعني باش تعرفوا كيفاش اللي ما كتزعمش تاخذ هكا لي برودوي من الانترنت كتخاف. بحالي انا صراحه ما كنتش كنزعم لولا ان واحد البنت صاحبتي اللي زعماتني، كنت عمرني غادي ناخذ من الانترنت. ديما كنخاف نقول لا يقدر هذا الشيء ما يوصلنيش هكا، لا يقدر يوصلني البرودوي غلط. غادي نقول لكم البنات انا غنكمل معكم هذا التصوير، وغادي نقول لكم الا بغيتوا تاخذوا من الانترنت شنو كيخصكم يعني التدابير اللي تتبعوها باش ما توقعوش في الغلط. المهم البنات هذا اخر ساك، هذا جاني كادو صراحه من عند واحد البنت صاحبتي حتى هو، راه كل ما بنات فيهم السميطه غير انا خاشيه هنايا وصافي. على فكره نيت شارك معكم هذه اليوسكم سمرانيت من الانترنت، انتما كتشوفوا الصبي كيدير لوينه زال. هذا راه عندي توا تقريبا واحد العام دابا، زوين بزاف البنات صراحه. هو كيجي خفيف وراه كيهز تبارك الله، غارق راه كيهز توا تبارك الله. هذا البنات اللي كنت صراحه بغيت نشاركو معاكم نيت، هذا الايلاينر زوين البنات بزاف. هانتوما فيه زوج درويسات، كنت خديته يمكن ب 17 درهم البنات. فيه هاد الراس هذا باش كتعمل الخط ديالك كيف ما بغيتي، هذا الراس العادي اللي كديري على العين يعني كتخدمي به عادي كايلاينر. ومن لورا البنات ملي كتبغيو هذيك الجانب يجيكم هكا كتابليكيو فقط هذا الراس هذا. نتوما كتشوفوا هادشي اللي حمقني فيه صراحه هكا، وكيكون عندكم داك هذا صراحه هو اللي كتصبوه الاول البنات، هذا هو اللي كتصبوه الاول هكا في الاخر ديال العين باش تجيكم ديك اللعيبه هكا. ومن بعد كتستعملوا هذا الاول وكتديروا كيف ما بغيتوا، يعني ديك الساعه كترسموه كيف ما بغيتوا يجيكم في العين ديالكم. هذا البنات صراحه عجبني بزاف، راه تقريبا عندي واحد 6 شهور او 5 شهور ما عقلتش بالضبط، كنت خديته ب 17 درهم. زوين بزاف البنات صراحه والله حتى رائع. هاد زوج ترويسات اللي فيه البنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش يرسموا الايلاينر على العوينات ديالهم راه هذا غادي يعتقكم. هاد السيروم ديال الوجه كنستعملو هكا قبل المكياج، كيرطب الوجه وكيعطي واحد النظره زوينه اذا زوينه. وهكا من ورا لي ماسك ملي كنستعمل هكا شي ماسك كنديرو هكا موراه، كيخلي البشره زوينه فيه الفيتامين او. What?